أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم بمدينة غازي عنتاب وبأحد العبارات اللي فيها سوريين كتير. نحن رح نطرح عليهم سؤال: لو عندك مليون دولار، أو لو الله رزقك مليون دولار أمريكي، شو رح تعمل؟ مشاريع شخصية ومشاريع عامة. تابعونا وخلونا نشوف. مليون؟ مليون والله كتير شغلات. يعني ممكن متزوج؟ لا. ممكن تتزوج؟ ممكن اتزوج طبعا اكيد. واحدة ولا اثنين؟ لا واحدة اكيد. اكيد واحدة. بيقولوا العربي من تزنقل يا بيبلش يا بيتزوج. لا نحن بنبلش. نحن بنبلش. شو هيك ممكن تعمل مشاريع؟ يعني ممكن بمجالنا بالالكترونيات. ممكن نعمل شركة كذا، ممكن كتير شغلات يعني. حلو. راح تدعمنا ولا ما تدعمنا؟ كايش مثلا؟ هيك مثلا مؤسسة على اليوتيوب او مجال شغلكم مثلا كقناة على اليوتيوب. طبعا ندعمك. امر عادي يعني. عادي. مليون دولار يعني حسب طبيعة العمل يعني. شو ممكن تعمل مشاريع؟ يعني حسب كل واحد مجاله قبل يعني. مثلا انا خياط يعني بحسن اوسع مجال الخياطة يعني، افتح معمل شركة. حلو. بالمجالات الثانية الشغلات الشخصية شو ممكن تعمل؟ تشتري بيت، تتزوج؟ طبعا طبعا اشتري بيت افخم منطقة واحوي سيارة واعيش رفاهية. تتزوج؟ ايوه طبعا. متزوج العاصر؟ متجوز انا. مرة ثانية؟ لا مستحيل. ليش؟ مستحيل. مليون دولار؟ ولو كان ويكونوا مليونين دولار. اصيل والله اصيل. عراسي عراسي اخ محمد. مصاري لازم ما يغير الانسان. طيب يغير. شو ممكن مثلا انت هيك تقدم لاهلنا اللي بسوريا مثلا؟ الله يكون عندي هالمبلغ. لا ممكن يعني اجباري واحد لازم يطلع على الفقير ومحتاجين يعني. بهديك اياهم روح. هو محظوظين كثير. هو بسافر فيهم على امريكا هي نفسها. تهدينا اياهم ولا تسافر فيهم؟ التنتين سوا بعطيك نص بخبص. يا سلام والله انت احلى ناس. حبيبنا. شو ممكن تعمل انت شغلات شخصيه لك؟ شغلات شخصيه يعني اولا مثل كل حلم كل شاب يعني، واحد يعمر بيت، ياخذ سياره، يتجوز. بس بيت واحد بدك تاخذ؟ ايه بيت واحد يعني. بس ارضى بالقليل ان شاء الله بجيك. وين تاخذه؟ بعنتاب باسطنبول وين؟ لا برا تركيا. انا طموحي برا تركيا. برا تركيا. حلو. طموحي برا تركيا. رح تتزوج ان شاء الله؟ انا متزوج الحمد لله. متزوج مره ثانيه جديد؟ لا ما بصير. انا سمعنا المره بعد. هي عقده. بيقولوا العربي من صار عنده مال يا بيتزوج يا بيبلش. هو مزبوط اكثر اغلب العربي كي سبحان انت الله. من اي نوع؟ انا لا الحمد لله انا برضى بالقليل يعني. ما بحب كثير. وبعدين المره واحده بتكفي ونكد بكفي واحد يعني. نكد واحد بكفي اكثر. حبيبي يعطيك العافيه وان شاء الله الله يرزقك. ان شاء الله الله يخليك. لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك مليون دولار امريكي شو راح تعمل؟ والله انا حصدق بنصهم باذن الله. بنصهم ونص ترى العب يسجل. ممكن الله يرزقك يعني. اي والله والله ندر علي. شو راح تعطينا انا حتى يشوف؟ الكل ما نعطيكم. ما تعطينا؟ لا حصدق الفقراء. الفقراء والمحتاجين. نحن ايتام. ما بع الفقراء في الشمال السوري اكثر. طيب. حبيبنا نتعرف عليك انت. الله يبارك فيك. عبد الله حسن ابو كرم. ابو كرم، لو الله رزقك هذا المبلغ شو راح تعمل؟ والله هو من الصدمه ما راح نعرف نسوي شيء اول شيء يعني. فواحد بده يطول باله بتعرف شو بده يساوي. بس تامين حال اول شيء اكيد يعني. مبلغ نص المبلغ كتامين حال ونص الثاني يعني اقربون اولى بالمعروف. طيب شو ممكن هيك تعمل مشاريع شخصيه لك؟ مشاريع شخصيه انا بالنسبه لي كمحل عطر، انا كتجاره عطور يعني راح اتابع فيها. راح اتابع فيها نفسها ان شاء. أيوة. الله. نعم. مثلا راح تشتري بيت، سياره، تتزوج؟ هذا لابد منه يعني. متزوج الحمد لله، بس يعني بيت سياره كتامين مستقبل افضل بكثير. وطبعا يعني تامين الشغل. طيب اخي انت ما راح تخصص مبلغ للزواج لك؟ ليه؟ لا لا والله ما حخصص له، لانه اللي بيتجوز مره ما عاد يعيدها. خلاص خاصين. بس ولكن ممكن ايه على ذكر المشاريع، ممكن نحن مثلا نستورد، نصير نستورد نصدر يعني. بصير في مصاري في. يا سلام. إيه اذا الله يسر. يا سلام. ان شاء الله تكون عن جد. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني الله اذا اعطى ادهش ويعني سبحانه وتعالى هو الرزاق. لهون أصدقائي الكرام كن وصلنا لنهاية الفيديو. الله يرزق الجميع، وفي منهم تعهدوا يعطونا
نص المليون دولار أمريكي ومنهم راح يدعمونا، وإن شاء الله نحن راح نملير من وراء هذا الفيديو. أصدقائي الكرام، الله يرزقكم أنتم كمان، وإن شاء الله يرزقكم الدولارات الكتيرة والصحة والعافية. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.